اليوم ايه بتعملوه في ايكوز اليوم اللي فيه دول وعندي هنا بس والله في ايكوز خلاص الاوميجا دول في الرقم الكبير لذيذ والاوميجا هاي هو الرقم الصغير لحته الجيم لما تاخد اللوك يعني صغير ايوه ايه اليونتي جيم فريكونسي يعني بص على الرسمه هنا امتى الراجل ده ينزل لزيرو دي بي شوف الفريكونسي والراجل بيها فين دي مثلا لو ده البرين ده 20 اروح عند الزيرو امشي كده شوف الفريكونسي كام ممكن تلاقي مثلا 11 بص مثلا سابع او كام تضربه في النص هتلاقوه في الحاله ده يعني انت ما تمشي كده هتلاقي الفريكونسي معينه كده صعب جدا بس هو لو طلب يبقى تعملوه عاوزين نخش في موضوع الباندوز جين يعني الباندوز لو جين بيتبان جين الباندوز جين يعني الباندوز ده الباندوز صح؟ خلاص؟ الباندوز جين يعني الباندوز يتدرب في الجين أجيب الباندوز في الجين في الجين كالو أضرب في الجين كاليش ده 10 سنين من الرسم شحن جيمة سوى جروب تاني في الجين هتخمش كده هلاقي الجين ده بالبرين جديد صح؟ ده بيدي كاريش وتركان عشان البرين دي جات ب 20 لون جين البرين دي 20 لون الجين ده بالجين دي ممكن هتلاقي الجين هتخلصوا يعني اليونتي جيم اعمل ايه؟ اروح على هنا امشي اشوف مكان الاقي زيرو دي بي ماشي امشي كده اشوف الخط بتاع الاقوال عند اي فريكونسي يبقى ده هو اليونتي جيم تمام؟ تاني ايه؟ على رسمه دي كده انا بعد ما عملت كوريكشن كان 40 20 زيرو امشي كده في الزيرو عليها وانا ماشي كده بقدر اقطع الخط ده مع السيرو هي دي اقطع كده عليها ب 10 ونص اه اكمل تاني كده كمان اشوف بقطع الناحيه التانيه فين عليها بتقطع ب 10 ونص تمام انا شايف اللينير ايكويشن سهل صح؟ اه اه هنخش في ايه؟ 3 5 طب الموضوع بقى ديفرنشال اوف ريفاير هتشوف في الاخر لو في وقت لازم الناس تحل المشكله اللي عندها في مشكله انتوا مش فاهمين الديفرنشال اوف ريفاير صح ما لحقناش ماشي يعني الناس تفهموا صح ما تدخلش مثلا دي سي على اي سي اناليسيس تكون عارفه انت مثلا بيقول النقطه اللي في نص دي فيرشوال جراوند ما تدفعش اي حاجه خش نص الدكتور مجدي وبعدها لو بقول لك ايه
كاس لا عامل ستوب ولا فضل الفيديو خالص لسه هيكتب ياخد فتره